هل تعتقد بأن النفوذ بدأ يتغير في المنطقة خاصة، وأن المملكة العربية السعودية على ما يبدو بأنها سئمت من التغير المزاج الأمريكي بشكل مستمر، مع الديمقراطيين القصة قصة، ومع الجمهوريين تبدو القصة مختلفة، مزاج أمريكي متقلب، بينما مع الروس ومع الصينيين المزاج ثابت، الاتفاق وكأنه معاهدة مع هذه الدول ويستمر من دون أي مشاكل. وكذلك كان هنالك حديثا في مارس الماضي على الول ستريت جورنال بأنهم يريدون اعتماد اليوان في العقود النفطية مع الصين بدلا من الدولار الأمريكي. وصلنا إلى هذه الدرجة التي بدأنا نرى فيها تغيرات وتحولات على مستوى العملة. ألا تعتقد من حق السعودية أن تأخذ هذا الطريق في ظل تقلب المزاج الأمريكي، أليس كذلك؟ It's an excellent point that you raise. هذه نقطة ممتازة قد أثرتها سيدي. في الولايات المتحدة نحن من الواضح نغير الرؤساء كل 4 أو 7 سنوات، والأحزاب التي هي في السيطرة كذلك تتغير بشكل مستمر، وسياسات مختلفة يتم تنفيذها، وأحيانا الولايات المتحدة تركز أكثر على مصالحها الأمنية، وفي أوقات أخرى يتجه التركيز على حقوق الإنسان. وأعتقد أنه من منظور الرياض هذا يشكل صداعا عندما يتعلق الأمر بالشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية العربية. هذا أمر جاذب جدا فيما يتعلق، أو هناك ما يجذب بشكل كبير فيما يتعلق بالشراكة مع الصين، أنه لا توجد مثل هذه التفاوتات، مثل هذا التقلب، ولا تكون هناك أوقات من الزمن تتحدث فيه الصين عن إيقاف أو تجميد مبيعاتها للأسلحة بسبب قضايا الإنسان. هذا يجعل الصين شريكا جذابا من المنظور السعودي، ونستطيع أن نقول أمور مشابهة حول كيفية النظر من السعودية كذلك إلى قيادة بوتين في نفس الوقت. فإذا لا الصين ولا روسيا ستكون قادرة على أن تستبدل موقع الولايات المتحدة كضامن أمني، ولا أعتقد أن هذا يعطي للسعودية العربية أي إشارات أنهم يمكن أن يدافعوا عن سيادتها وأمنها الوطني، أمن السعودية العربية الوطني. هذا أمر لا، ليس فقط الولايات المتحدة أثبتت أنها قادرة على ذلك، ولكن الكثير من الدول في العالم خبرت ذلك. فعلينا أن نضع هذا الأمر في أذهاننا عندما نفكر إلى أي مدى تتجه السعودية أقرب وأقرب باتجاه بكين وموسكو في هذا الوقت.